غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوك تقدم. ألو مساء الخير. ألو أهلا وسهلا. سلام ونعمة سعادة الأب أنطوان. أيوة مين معاك؟ أهلا وسهلا، معاك الأستاذ وسام عبد الله من أمريكا، من نيويورك. يا سلام. أهلا وسهلا، ربي يباركك ويبارك تعب محمد. سعادة الأب أنطوان إيميلي، أنا حضرتك عالم من أعلام الكنيسة اللاتينية بالأردن، والكتاب المقدس بيقول كونوا دائما مستعدين لأن تردوا على من يطلب منكم دليل ما أنتم عليه من الرجاء. فعندي سؤال لحضرتك لو تكرمت، يعني في عندنا فندم علم اسمه علم النقد النصي، هل حضرتك قرأت فيه أو سمعت عنه؟ النقد النصي، النقد شوي، النقد النصي، النقد النصي. على العموم علم النقد النصي يا فندم هو علم خاص بعلم المخطوطات، اللي هي مخطوطات الكتاب المقدس، بيحاول يأتي بنص أقرب ما يكون إلى الأصل، وده مستحيل لأن الأصل غير موجود. السؤال يا فندم، في عند حضرتك علماء كبار من علماء النقد النصي يقولون ما هي الحاجة؟ نعم يا فندم. الراجل بيقول لي انا مش مهتم مع شكرا مع السلامة. ولا نافع لبنان ولا الأردن ولا نافع أي ولا أي طائفة. سعادة الأب أنطوان، يعني عيب اللي أنت عملته ده، أنت رجل دين. طب أنا هكلم التليفاكس. طيب كان معانا على الهواء مباشرة الآن من الأردن، ثواني بس. كان معانا على الهواء مباشرة الآن من الأردن الأب أنطوان إيميل. الأب أنطوان استلعاصية من كهنة الكينية بالأردن. مع تحيات إخوانكم في غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك. مسلم كريستيان دايلوك. الحمد لله. الله اكبر كبير كل فرد منكم. يهتف باسمك قلبي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربي. يهتف باسمك قلبي. الحمد لله الحمد لله. حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبد يا من جل قدرا جل قدرا. لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا عميقا سماء وأرضا.